السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن شاء الله تكونوا جميعا بخير وبصحة جيدة. في فيديو إن شاء الله يكون مفيد للجميع، للناس المقيمين في سويسرا أو الناس حتى اللي جاية جديدة بالنسبة للوظائف في المدارس، لأن في وظائف كتيرة شغالة الآن. عدد المدرسين والمدرسات في سويسرا قليل جدا، فمحتاجين ناس يكون عندها اللغة C1، يكون مستوى اللغة كويس، لأن جميع المدارس في سويسرا طالبين مساعد مدرس. هعمل لكم فيديو الأول عن مساعد المدرس أو مساعدة المدرس، ذكر أو أنثى ما فيش أي مشاكل، يكون عندك اللغة ويكون بتعرف تتكلم مع الأطفال، دي مهمة جدا، ويكون عندك صبر ولباقة في الكلام مع الناس مع الأطفال حسب المنطقة اللي انت هتسكن فيها في سويسرا وحسب اللغة، اذا كان الماني او فرنسي او ايطالي. ان شاء الله الفيديو يعجبكم ويكون فتحة خير عليكم وعلى الجميع. شكرا.